برنامج الثمرة مستمر معاكم في جولاته لرصد صور حية للمشروعات الناجحة اللي بيقوم بدعمها البنك الزراعي المصري وتقديم التمويلات والقروض لتطويرها ضمن مبادراته المستمرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. النهاردة جولتنا في مصنع مؤسسة الخير لمنتجات الألبان بالخنكة بمحافظة الأديوبية، وهناك قابلنا صاحب المصنع المهندس صلاح خلف اللي بدايته كانت بتجارة منتجات الألبان وبعدها اتجه للتصنيع، وده اتحقق لما استفاد من مبادرات البنك الزراعي المصري في تطوير وتوسيع مشروعه وزيادة المنتجات بعد ما توجه للبنك الزراعي وقابل مدير الفرع اللي تعاون معاه وقدم له التسهيلات، وحس وقتها ان في تغير ملحوظ في منظومة البنك الزراعي المصري من خلال دعمه الكبير للمشروعات المختلفة ومبادراته لدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقدر دلوقتي يزود منتجات المصنع وبيستعد كمان للتصدير وبيتجه لتشجيع غيره للاستفادة بالمبادرات دي والاجتهاد في العمل للحفاظ على النجاح. المهندس صلاح خلف صاحب مصنع مؤسسة الخير لمنتجات الألبان بالخنكة الأليوبي، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. قول لي بقى، احنا بدايتنا ازاي كانت في تصنيع منتجات الألبان من بداية استلام الألبان كبداية كده، احكي لنا بقى. احنا مبدئيا اول حاجة بنعملها بنستلم اللبن بيتعمل عليه اختبارات حسية واختبارات. لا خلينا بقى نقول الحكاية ايه، احنا بدأنا امتى في تصنيع منتجات الألبان؟ احنا بدأنا الاول في تجارة منتجات الألبان فضل سنة 96، واشتغلنا لحد سنة 2000-2002 في التجارة بس، وبعدين بدأنا نتجه لعملية التصنيع. بدأنا بمنتج واحد نصنعه، وبفضل الله دلوقتي عندنا حوالي 8 منتجات. بدأت عملية التصنيع سنة 2000-2002، وبدأنا كل فترة كده ندخل منتج جديد لحد ما وصلنا ل7-8 منتجات بننتجها في المصنع بتاعنا بعد التوسعات اللي حصلت إن شاء الله. تمام. النهاردة في اهتمام كبير من الدولة وعملت مشروع تطوير وتأهيل مراكز تجميع الألبان. تمام. اللي بيقودها النهاردة البنك الزراعي المصري. إحنا إزاي النهاردة استفدنا من المبادرة دي أو المشروع من البنك الزراعي المصري؟ إحنا استفدنا من المبادرة بتاعت البنك الزراعي ووسعنا شغلنا وطورنا شغلنا وبدأنا نوسع إنتاجنا ونزود عملية الإنتاج عندنا. كان إنتاجنا بيقتصر على من 2-3 طن لبن يوميا، دلوقتي الحمد لله بننتج من 7 طن ل10 طن يوميا في الشتاء، لأن احنا شغلنا موسمي، ففترة الشتاء دي بيبقى الموسم بتاع اللبن، وفترة الصيف بيبقى اللبن قليل جدا على مستوى الجمهورية، فاحنا شغلنا أساسي كله في الشتاء. أول ما خدت القرار أنك أنت توسع في مصنع منتجات الألبان هنا، رحت البنك الزراعي المصري، رحت لمين وتعاملت مع مين؟ رحت البنك الزراعي وتعرفت على الأستاذ محمد بدر، وكان هو مدير الفرع، والراجل قام معنا بتعاون كويس وتسهيلات كويسة، وجيت اتفرج على المكان هو والمستشار الزراعي بتاعهم، تمام، وعجبهم الوضع وبدأنا نشتغل على كده وعملنا بعض التسهيلات. تمام. البنك الزراعي كان نسمع عنه من زمان بس في تغيير ملحوظ، شفت ايه التغيير الملحوظ في البنك الزراعي المصري لما روحت النهارده تقول لهم يا جماعه انا عايز النهارده اوسع المشروع بتاعي؟ لا، التغيير في حاجات كتير، سواء تغيير في الهيكل او في المنظومه نفسها، والبنك بقى بيدعم مشاريع كتير ومؤسسات كتير غير الاول، ان هو كان بيدعم الفلاح بس على 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 المستوى الزراعي فقط، لكن دلوقتي البنك الزراعي بقى شغال على 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 مجالات واسعه كتير جدا يعني. تمام. قول لي بقى المنتجات اللي عندك ايه هنا النهارده؟ احنا بننتج هنا بفضل الله جبنه رومي، وبننتج جبنه براميلي سواء بالفلفل او ساده، ومنها المزبد ومنها البراميلي الناشفه، وبننتج جبنه اسطنبولي، وبننتج جبنه ملح خفيف وفيتا وكيري بجميع الاطعم بتاعتها، وبننتج جبنة قريش وزبدة بلدي وزبدة جاموسي وكريمة بقري وكريمة جاموسي. يعني نقول كم منتج النهاردة احنا بننتج؟ حوالي تقريبا 7-8 منتجات تقريبا. ده بعد التطوير؟ بعد التطوير. بعد التطوير. احنا كان اول منتج بدأنا بيه كان المنتج الملح الخفيف بس، ما كناش بننتج غيره. الكلام ده كان سنة 2002.
احنا النهارده بنستلم اللبن، بنستلم من المزارع ولا بنستلم من الفلاحين؟ احنا بنستلم من فلاحين حوالينا في القرى اللي حوالينا هنا، وبنستلم من المزارع في فترة الشتاء، لان بيبقى اللبن عندهم كتير، فبنستلم من مزارع سواء من ناحية اسكندرية او من ناحية الفيوم او الشرقية. كل المزارع ديت بتصب حوالينا هنا وبتجيب لنا اللبن هنا. البنك الزراعي المصري النهارده بيقول لك انا داعم ليك وفي ظهرك، هنصدر امتى؟ ان شاء الله احنا بنصدر بس لحساب الغير، وبنبتدي نجهز نفسنا نخش سلامة الغذاء عشان نبتدي نصدر باسمنا ان شاء الله. النهاردة البنك الزراعي بيقوم برضو بمبادرات كتيرة، انت شايفها ازاي كصاحب مشروع النهاردة؟ والله المبادرة بتاعت البنك الزراعي مبادرة جميلة، اللي هي المبادرة بتاعت البنك المركزي، وبتدعم الصناعة وبتحاول تكون شريك للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر. تمام. هي بتكون شريكة لي في تطوير صناعته وتحديثه، وانه يكون من المشاريع والمصانع الكبيرة. فانا بجمع لبن لحسابي وبصنعه لحسابي. مركز تجميع الألبان هو مركز بيجمع لبن ويبيع لبن. تمام. لكن انا بجمع لبن، والجمل اللبن اللي انا بجمعه وبصنعه. عندنا المشاكل اللي موجودة حوالينا ان الفلاحين اللبن عندهم او المنتج عندهم بيبقى منتج قليل، وما فيش اكتفاء ذاتي ليهم، او ما فيش دعم ليهم ان هم ينتجوا انتاج كميات كبيرة. تمام. فكمية اللبن اللي موجودة حوالينا كمية قليلة، ومراكز التجميع اللي هي في المحافظات اللي بعيدة عننا برضو في الصيف ما بيبقاش عندهم لبن. تقول ايه بقى للنهاردة لأصحاب المصانع منتجات الألبان اللي استفادوا من مبادرة البنك الزراعي المصري، تقول لهم ايه؟ اقول لهم اجتهدوا وشدوا حيلكم وحاولوا تكونوا على قد المسؤولية، وربنا يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع ان شاء الله.